بارك الله فيك نعود الى الاخ عبد الله من حاين سال عن عليه قضاء ثلاثه ايام من شهر رمضان المبارك ومضى عليه سنه كامله الان ماذا يعمل القضاء باق عليه نعم. باق عليه يقضي واذا كان انه جاء رمضان الجديد وهو ما قضى الماضي ومن غير عذر يكون عليه القضاء واطعام مسكين عن كل يوم نعم